সালামুকম রহমতুল্লাহ বুড়া আদার বাঁড়া হদুন শিশু আজিব আছে শিশু নামে আর গাগি দিনশি কন দিনের দিনের দুধ লাগে ওগো মুসলমান একদিন মাঝেব তো হদিন ফরাইজ আসে হদিন আাজিবাত আসে ইন জান এবার কি আছে ইন জানন বেসাখী না মাঝে কি কি হালাল আছে হারাম আছে ইন জানন

দুনিয়ার মানুষ বেগুনরে তুমি মিনিটে মিনিটে কথা কথা ভারতে হেন অত আগে মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির তোমার মোবাইলের ভিতরে গলা ভালো ভারত হেন টাইম আগিয়ে গে কোরআন চুরি বুঝি পড়লা হা বুঝি পড়লা দুনিয়ার অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজ লগতরে তুমি বুঝি পড়লা জুবানরে বুঝি পড়লা বেশি আসান তৈরি হয়ে গে ইয়ার বাদিও আর আইল মতো দূরে ইয়ার বাদিও আর আহলো মতো দূরে বাইন আর কেনা বাফিস الله يفول شر مج قران ما سور دي بنادر جي مجه ردي لمچوي لکاش کیتوي فراش الله تبارك وتعالى سوره العلق مجه حد بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بيان أنا هر شروع

وغو سوترو گراتن الله اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم بيان ارالنم الله جتما دي لھا برا شروع غريم لھا برا ویتلاميوم جنته الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما

ও ভাই আইন আল্লাহর নাম লিলে শুরু করো সে আর বড় আর মদর সত্য গেলাম মানে ভাই আইন বহুত মানুষ হতাম ফোন বুড়া মানুষ মুর্বিও কল্যায়ে আরে গুরা থাকি মকত হচ্ছে খোলছে হতা হতিনা হর ও ভাই আইন মানুষ কী হিন দিন দিনের মন তো বুড়া নাই যেতে মনজেন তো তো কলা আছে এতে দিন তো এটা মুখ্যাল্লাফ তোঁ আরে ওয়াজিব দিন আর দিন চিক দিনমাতা অমল করন কোরআনে অমল করন তো নোয়াজ ফলন

অজ্ঞ গরুবরে তিনি মশলা মশলি ঠিক বললাম মাদ্রাসা বানানো ভার নে সালাক মানুষের করে দিনদার মানুষের করে দোস্র সুন্দর কি করে গরু বানা অজ্ঞ আকিদা শিখি বললা আর অজ্ঞ হাতি শিখি বললা অজ্ঞ তপসি শিখি বললা অজ্ঞ নোয়া শিখি বললা আর অজ্ঞ মামেলাত শিখি বললা আর অজ্ঞ নাহ শিখি বললা আর অজ্ঞ সরফ শিখি বললা আর অজ্ঞ ইংলিশ শিখি বললা আর অজ্ঞ তরজমা শিখি বললা দৈল্যা বৈল্যা গরু বকল বানে রাখের এ নেমত ওল্লাহ এ আখানি ওল্লাহ হেলা ইন্টারনেট ইভেন নেমত

এলম চাৰা বেহাৰ মাথা বিত্যাম এলম চাৰা চি আম মাথা উতে মাজত দেৱে আটকে গলো ৰাজ গুৰু অকল নামো ডঃ ডৰ্মান মজবুৰে গৈ এই নামি

معالسامحونی این مازمازین میسج کول دی فرائی انراڑے مشغول گوری جدی میسج چمبالے گیدل اربیرے ہوسے دیبہ جدی بالو نہ لگے دیرے گائنے دیبہ دعا کریوالے ہے کریوالا اللہع علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابراہیم وللترمذی وحسنه ترمذی ہدی کتابیو مجه حدیثو اسل تندیہ حدیث بدرجہ حسن حدیث بدرجہ ہے صحیح غیر صحیح حسن دے غیری حسن دے ذاتی الا اللہں درجہ تھا تے ای بول دے الحديث درجته حسن يعني حسن أنس بن مالك رضي الله عنه بيان قرد سمعت آي فني سمعت تفن سمعت آي سمعه وتفن يبي أن يدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يبقى حديث قدسي يعني الحديث قدسي قال الله تعالى عنه حديث مجيء يقول لي حديث قدسي يعني الله تبارك وتعالى خيدي رسول نزل الفاظ دي رادا الله يخيدي وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض خطي خلنا هو ورنا أسمان عدد زمان الدرمية ما عدد دي خليها زي يعني أسمان عدد زمان ما عدد كهالي يعني أنا عدد قراب الأرض يدون قناك الجو خدون قناك

تابيس قال النوضو خبر النوضو الله رأيته أكل برا ورغجو الله رأيته برا ورمينو الله رأيته مزي الله يمين توهي ديان معنون يارو دا قال النو يارو الله يهين بكما قد دي شريك دي دينا تاك ديري قنائين أنس بن مالك هو أنس بن مالك من النضر الانصاري انجل فرف هو أنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي خادم رسول الله يبقى الله النبي وخادم خدمه عشر سنين على النبي بصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ما له وولده وادخله الجنة على النبي دعاء جدي بالله والله يبرم مال بيشي قريده فهم بيشي قريده يبارة جنة ما اثنين وستين وقيلة سنة ثلاثة وستين وقد تجاوز وزر يشهد أشد حياة طيبة نب... نبوي دوه جريمة أو تنه جريمة الإمام الترمذي أي روى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسنه وحسن إسناده قراب بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أي ما يقارب ملؤها يعني قارب بره ثم لقيتني لا تشرك بشيء. يعني ثم مت حال كونك سالما من الشرك وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة الله يبان ما أبقالي بدون حتى يبر عمال ما دشير يونا المغفرة ستر وش... أن تجاوز الله تجاوز الله تجاوز الله عن خطايا وذنوب عباده الله يبان ما أبقالي فلن بندية بندرغونا الله يمغفر لنا ويمان المغفر عليه المال الأجمل لهذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين له ساعة فضله ورحمته الله ذات فضل الله تبارك الله الله فضل الله ذات رحمة بشبره هنا خطني وأنه يغفر الذنوب على ونما قبر مهما كثر ذات بشبره بما دون الشرك شرك ما وهذا الحديث مثل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر

مناسبة الآية أي مناسبة الحديث للباب حديث يومجي فيه دليل على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت كنا بيشري الله تبارك وتعالى ما قرره زد شري من تقدره في حديث فوائد أسدر من الفوائد مما يستفاد من هذا الحديث فضل التوحيد وكثرة ثوابه توحيد يبسط بشيء بشي أجر بشي بعد ساعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه الله تبارك وتعالى فضل وكرم وجود ورحمة الله إن ده بشي بشي واسه الله إذا سمع نشوف كله ري دين دينه أنا رأيت دونه دونه دك كماري موت كماري دوري غري باري. الله يهني ذر بانداري ذي تمام الله رزق بو الله ربادة غري بو ثواب غري بو نهني ذر بانداري خلنا على الخوارج الذين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الکبیره <سؤال> الی هی دون الشرك خوندل نه مانی له خوندایاز دې دینه مې چکه کوم غوړه ویلی وره کافر غوړه دینه خوارش کو تهی خوارہ جیتاره قاضی بودی مانی چکوته گناہ ویلی یو ای گناہ ذریعہ مانی وفسق بنے ودی لیکن کافر نه ونیو مانی بیا کافر نه ونیو اثبات الکلام لله ذو جل <سؤال> ماعاله <متحدث> توجلاله یو مې قال <سؤال> الله <سؤال> ذو جل <سؤال> ان قد وات علی خطا هو علیک هو خطا هو

আল্লাহ এই অমল খেয়ে আমার মানুষ এবারে আবার করিব আর বাড়ি বারে হিসাব কিতাব করিব আর বার মানুষ এবারে জন্নত দেওয়া হলে জন্নত দিব যাহা নামত মুস্তেক দিলে যাহা নামত দিব আল্লাহ তো মাফ করতে হবে মাফ করিব আল্লাহ আয়ারাম